أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم الثلاثاء 23 من فبراير العام 2021، ومحاضرة جديدة من الكوندنسد كورس كارديوفاسكولار سيستم، وعنوان المحاضرة اللي هو ريذميزيتي أند أوتوماتيستي. دلوقتي احنا عندنا الآتي. نبتدي بالديفينيشن اوف ريذميستي او اوتوماتيستي. الريذميستي اوتوماتيستي هو the ability of the heart to beat spontaneously and rhythmically. spontaneously يعني بتلقائية، and rhythmically يعني بانتظام. طيب ايه الكوز بتاعها ده؟ سبب هذه الخاصية هو وجود الاوتوماتيك سيلز. يعني الاوتوماتيك سيلز هي السبب في الخاصيه دي. اوتوماتيك سيلز هي السبب بتاع القصه دي. طيب الاوتوماتيك سيلز هنبتدي نتكلم عليهم، اللي هم عندنا الساينو اتريال نوت، دي هي النورمال بيس ميكر، واذا يعني فشلت هيشتغل بدلها الاتري وينتريكولار نود الاي في نود. أما لماذا سميت الساينو إيترال نود ساينو إيترال نود؟ الأساس تسمية في الضفدعة. في الضفدعة، قلب الضفدعة اللي أنا رسمه لكم تحت أهو، في عندنا ساينس فينوزس اللي هو مجمع الأوردة، وبعدين تو إيتريا يعني يوجد أذنان، وون فنتريكل، فنتريكل واحد مش زي عندنا، إحنا عندنا تو فنتريكلز. طب الحتة اللي بتشغل القلب موجودة ما بين الساينس فينوزس والإيتريم، عشان كده سموها ساينو اتريال نود، والاسم بقى على حاله في الانسان مع ان احنا ما عندناش مجمع الاورده. من المعلومات الطريفه ان اللي اكتشف الساينو اتريال نود كان طالب في كليه الطب اسمه مارتن فلاك، وده كان في سنه 1907 واكتشفه في حيوان اسمه موليه. الحيوان ده على فكره بيعيش تحت الارض زي الفران كده، فده بيشجع الطلبه ان في طلبه بيذكر اسمهم في التاريخ. مارتن فلاك ده هو اللي اكتشف الساينو اتريال نود. طيب انا هبتدي بان انا اعمل مقارنه ومع عشقت مثل عشق النظام بين الاس اي نود والاي في نود. هاجري المقارنه دي في 6 نقاط لسهوله الاستيعاب. هخلي كل نقطتين مع بعضهما، فهاخد لوكيشن مع الدايمنشنز، النيرف سبلاي مع البلاد سبلاي، وبعدين الانترنسك ريذم، وبعدين الفانكشن بتاعت كل واحده فيهم. فنبتدي الساينو اتريال نود كما الاترو فنتريكولار نود، هما الاثنين موجودين في الرايت اتريام. هتسالني طب ليه في الاتريام؟ عشان الكهرباء تكهرب الاتريام الاول فينقبض الاول ثم الفنتريكل، يبقى ده ليه اتريام. طب هقول لك بقى حاجه مش موجوده في الكتب، طب لماذا الرايت اتريام؟ ما احنا الليفت اتريوم كان ممكن يبقى نفس القصه برضه، الاتريوم ثم الفنتريكل، لان الرايت اتريوم هو التشامبر الوحيده في الجسم اللي البريشر فيها 0 مليمتر مركري، يعني الضغط 0 مليمتر مركري. يعني انت عندك لو بصينا مع بعض، البريشر ده على اي نسيج بيعمل اسكيميا، نقص في الدم، وعليه حتى يعمل دامج وبين. يعني عارف لما بنت بتلبس حلق بكليبس جامد قوي كده، بعد شويه بسبب البريشر سكيميا تحس بين. طب احنا اغلى حتتين في القلب اللي هم الاس اي نود والاي في نود، عشان كده ربنا اختار لهم الرايت اتريوم، لان الرايت اتريوم البريشر فيه 0 مليمتر مركوري، يعني نو بريشر، بينما في الليفت اتريوم ممكن البريشر يوصل لسبعه او لثمانيه. ده اجابه السؤال. طيب نمسك الساينو اتريال نود، موجود في الرايت اتريوم على اللاترال وول عند الاوبننج اوف سوبيرو فينا كافا، الوريد الاجوف العليا، بينما الاترو فنتريكولار نود كما يبدو من اسمها اترو فنتريكولار، يبقى موجوده عند البوينت اوف جانكشن اوف بوث اتريا اند تو فنتريكلز. فين؟ على الرايت سايد اوف انتر اتريال سيبتوم، الحاجز ما بين الاذنين، لان الرسمه مش مجسمه فهو موجوده بوستيرلي ورا خالص. ده اللوكيشن. طب نيجي الدايمنشنز.
الاس نود اكبر من الاي نود، بتبقى تقريبا 5 مللي بالعرض 10 مللي بالطول والثيكنس 1 مللي، يعني نقدر نقول انها 1 في 5 في 10. طب الارقام المناظره في الاي نود 1 في 3 في 5 مللي. عموما دي ارقام تقريبيه لانها الحجم بيختلف من شخص الى اخر، وعموما حتى شكل الاس نود زي ما انا رسمه كده مستطيل، في الحقيقه شكلها بانانا شيب زي البانانا. يبقى ده بالنسبه للوكيشن والدايمنشنز. طب نيجي للنيرف سبلاي والبلاد سبلاي. النيرف سبلاي الهارت كبقيه الفيسرا عنده سمباثيتك وعنده باراسمباثيتك. السمباثيتك بتاع الهارت هو بتاع الثوركس، خدناه في الاوتونوميك، ده سؤال ام اس كيو فروم ثراسيك 1 تو ثراسيك 4. بينما الباراسمباثيتك سبلاي بتاع الهارت بيجي من الفيجاس. بس خد بالك بقى الاس نود مور تو ذا رايت مقارنه بالاي في نود، مع ان هما الاثنين في الرايت اتريوم. فالاس نود بتاخد من الرايت فيجاس بينما الاي في نود بتاخد من الليفت فيجاس، يعني تبدو منطقيه فسهل تذكرها جدا. نيجي البلاد سبلاي، من اهميه القطعتين دول في القلب كل واحد عنده الارتري الخاص بيه، فعندي ساينو اتريال ارتري الاس نود وساعات بيبقى اكتر من برانش، وعندي اتروفنتريكولار ارتري الاي في نود، يبقى ده النيرف والبلاد سبلاي. طب نيجي الانترنسيك ريذم. الاس نود النورمال ريذم بتاعها ربنا خليها تشتغل من 100 ل 110، يبقى هناخد متوسط 105. طب واحد يقول لي بس احنا قلبنا يعني في الافريج بيضرب حوالي 70 في الدقيقه. ده بسبب ان الفيجاس بيبطئ الانترنسيك ريذم بتاع الاس نود عشان خاطر يخلي القلب ينقبض عدد اقل، وبالتالي يوفر يعني الطاقه. ولكن زي ما بقول جمله مهمه جدا في الام اس كيو، النورمال هارت ريت ما بين كام وكام؟ يعني امتى نقول ان انت عندك ابطاء برادي كارديا لو تحت 60؟ طب وامتى نقول اسراع تاكي كارديا لو فوق 100؟ دي ارقام مهمه جدا في الطب. النورمال هارت ريت من 60 ل 100، ما نقولش برادي كارديا غير تحت 60، وما نقولش تاكي كارديا يعني اسراع غير فوق 100. بينما الانترنسيك ريزم بتاع الاي في نود بتبقى من 40 تو 60 بير مينيت. انما هناك قلنا من 100 الى 110 متوسط 105. طيب نورمالي حضرتك وحضرتك والعبد الله، مين النورمال بيس ميكر عندنا دلوقتي لو احنا قلوبنا طبيعيه؟ هو الساينو اتريال نود. هو ده النورمال بيس ميكر. طب ايه تعريف النورمال بيس ميكر؟ خد بالك قبل ما اقول التعريف اقول لك حاجه. افرض اتقطع الاي في باندل او الباندل اوف هيس هنا، يبقى مفيش كهرباء هتوصل للفنتكل. طب الفنتكل هيشتغل ازاي؟ ده اسينشال فور لايف. قلنا في المحاضره السابقه هيشتغل احد البركنجي فايبرز، هتنصب روحها بيس ميكر وتشغل الهارت بمعدل او الفنتكل، اسف، في الحاله دي لما يتقطع الاي في باندل هيبقى الاترا شغال عادي خالص بالاس انود، بس الفنتكل شغال بالبركنجي فايبرز من 20 ل 40 بير مينيت، وده يسموه ايديوفنتريكولار ريذم. طب في الحاله دي نعتبر مين البيس ميكر؟ انت هتجاوب معايا، هو مين الاهم في القلب؟ الاتريا ولا الفنتكلز؟ طبعا الفنتكلز هي الاسينشال فور لايف، فهنعتبر البيس ميكر هو البركنجي فايبر اللي هي هنسميه ايديوفنتريكولار ريذم. دي هتسهل لك ما هو تعريف النورمال بيس ميكر. سؤال شافه مهم جدا، الاجابه تنقسم الى قسمين. هتقول it is that part of the heart which has got the highest rhythm، اللي عنده اعلى ريذم، وهذا ينطبق على الاس انود. خد بالك بقى النقطه الثانيه، and the heart follows its rhythm، يعني مش بس عندها الهايست rhythm ولازم الهارت يتبع هذا الريزم. لان في حاله العيان اللي عنده مقطوع الاي في باندل بيسموها اتروفنتريكولار بلوك او هارت بلوك. في حاله الكومبليت هارت بلوك الاس انود مش هي اللي بتشغل الفنتكل، الفنتكل لا يتبع الاس انود، فعشان كده الاس انود لا تعتبر هي البيس ميكر، واللي يعتبر البيس ميكر هو الايديوفنتريكولار ريزم او البركنجي سيستم. يبقى تعريف البيس ميكر it is that part of the heart which has got the highest rhythm، ادي اول نقطه، and the whole heart follows its rhythm. طب الاثبات ممكن يسالك اثبت، في اثبات سهل جدا، في اثباتات كتيره هنختار اسهل اثبات.
البيس ميكر يعني المايسترو. من هو المايسترو؟ الشخص اللي اذا اسرع كل الفرقه تسرع، واذا ابطا كل الفرقه تبطئ. طب احنا هنعمل اسراع للاس انود بنعمل لها تسخين وورمنج للاس انود، هيسرع الاس انود، هنلاقي الهول هارت اسرع. نبرد الاس انود نلاقي كل الهارت ابطا. يبقى اذا الهارت بيتبع الاس انود، يبقى اذا الاس انود هي البيس ميكر. لكن لو عملت وورمنج او كولينج to any other part of the heart does not produce the same effect. يبقى إذا أي حتة تاني مش هي البيس ميكر. طيب ننتقل لل action potential بتاع البيس ميكر، وده بنسميه بيس ميكر potential action potential، اللي هو موجود في الاس انود والاي في انود. والان زي ما قلنا في المحاضرة السابقة depolarization بتاعه سببه الكلسم البطيء مش الصوديوم السريع زي في حالة الاترا والفنتكل، فعش كده بيسموها slow response action potentials. واذكرك مرة اخرى ان احنا الاكشن potentials في الجسم نوعان، لو depolarization سببه صوديوم هيبقى سريع، يبقى fast response action potential. وده موجود فين؟ قلنا في النيرفز نمرة واحد، السكيليتال ماسلز نمرة اتنين، وفي الاتريا والفنتريكولار ماسل فايبرز نمرة تلاتة. ادي الامثلة. بينما لو سبب الديبولاريزيشن كالسيوم اللي هو البطيء هنسميه سلو ريسبونس اكشن بوتنشلز، وده موجود فقط في البيس ميكر الاس انود والايفي نود فقط، حتى مش في البركنجي فايبرز، عشان كده يسموه بيس ميكر اكشن بوتنشلز. يبقى هذان هما النوعان من الاكشن بوتنشال، وهو عاملهم لك ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو. لو سبب الديبولاريزيشن صوديوم يبقى فاست ريسبونس، كالسيوم يبقى سلو ريسبونس. ده اللي موجود فقط اللي هو في موضوعنا دلوقتي اللي هو البيس ميكر اكشن بوتنشالز. طيب بماذا يختلف شكل الاكشن بوتنشال بتاع الاس انود والايفي نود عن الاكشن بوتنشال بتاع الفنتريكولار او اترال ماسل فايبرز؟ الرسم واضحه قصادك اهو. اول حاجه ان هنا كان عندنا خمسة فيزز 0 1 2 3 4، لما هنا عندنا ثلاثة فيزز فقط. ده اول فرق. طب الفرق الثاني انا بقولها بطريقة سهلة وبسيطة، عاوزك كده تدقق معايا مليا جليا في الاكشن بوتنشلز. ايه الفرق؟ انا بقولها بطريقة سهلة في غيبة المسطحات، غيبة الخطوط الافقية. هنا في بلاتو كان اهم ما يميز الاتريوم والفنتكل في الاكشن بوتنشال وجود البلاتو المسطح. هنا ما فيش بلاتو. تاني حاجه في فيز 4 كان الريستنج ميمبرين بوتنشال ستيبل ثابت، اهو خط افقي الثاني اهو، ادي ثاني خط افقي. هنا ما فيش الخط الافقي ده، مش ستيبل ترانس ميمبرين ريستنج بوتنشال، ده ان ستيبل يعني بيتغير اهو. يبقى بماذا يتميز هندسيا الاكشن بوتنشال بتاع الاس انود والايفي نود عن الاكشن بوتنشال بتاع الاترا والفنتكلز؟ في غيبه الخطوط الافقيه، في غيبه المسطحات، لا في بلاتو اللي هو فيز 2 مش موجود، وفيز 4 اللي هو ستيبل ترانس ممبر ريستنج بوتنشال بقى في بداله ان ستيبل ريستنج ممبر بوتنشال. واحد يقول لي طب احنا جايين نفهم، اشرح لنا ليه؟ ده اللي هنعمله. ليه مفيش بلاتو؟ تعال نفكر. قلنا جملة حفظتها لأجيال، البلاتو في خدمة السيستول. ربنا حط البلاتو في الأكشن بوتنشال بتاع الإترال فنتكل ليخدم السيستول بطريقتين. طول ما في بلاتو، فاكر؟ كان بيدخل الكالسيوم بتاع الإكسترا فلويد، يطلع الكالسيوم من جوه القلب بتاع الساركوبلازميك ريتيكولم في ظاهرة سميناها كالسيوم انديوز كالسيوم ريليس، وهذا الكالسيوم مهم للكونتراكشن. ونمرة اتنين البلاتو ده كان بيطول الاكشن بوتنشال، بيطول ابسولوت ريفاكتوري بيريود، عشان طول ما الهارت في حالة كونتراكشن سيستول يبقى في حالة عدم استجابة ابسولوت ريفاكتوري بيريود، فما يعملش سيستول فوق سيستول فيعملش تيتانس. يبقى البلاتو في خدمة السيستول. وعشان كده قلنا سؤال مهم جدا المحاضره الماضيه، ايه الفرق بين الاكشن بوتنشال بتاع الفنتكل وبتاع الاتريا؟ في النورمال كاردياك سايكل اللي بتاخد 800 ملي سكندز، يعني 8 من 10 بالسكندز، الفنتريكولار كونتراكشن بياخد 300 ملي سكندز، عشان كده البلاتو لونج 300 ملي سكندز.
في حين الكونتراكشن بتاع الاتريم في النورمال كاردياك سايكل بيبقى شورت، بياخد 100 ملي سكندز، عشان كده البلاتو بياخد 100 ملي سكندز. البلاتو في خدمه السيستول. طب بالله عليك، هل الاس اي نود والاي في نود وظيفتهما ان ينقبضا ويضخوا دم؟ لا، وظيفتهم ان هم يطلعوا الاكشن بوتنشال سبونتينيسلي بتلقائيه وريزميكالي بانتظام عشان الهارت يشتغل يعني بانتظام وبتلقائيه. يبقى مش وظيفتهم الانقباض، يبقى عشان كده مفيش انقباض، يبقى مفيش بلاتو. وتعالى اقولها لك بجمله جميله في ايقاع صوتي تفتكروا. البلاتو في خدمه السيستول، في الفنتكل لونج كونتراكشن لونج بلاتو، في الاتريا شورت كونتراكشن او سيستول شورت بلاتو. طب في الاس اي نود والاي في نود نو كونتراكشن نو سيستول نو بلاتو. يبقى لونج سيستول لونج بلاتو ده الفنتركل، شورت سيستول شورت بلاتو ده الاتريا، نو سيستول يبقى نو بلاتو ده الاس اي نود والاي في نود. طيب امال وظيفه الاس اي نود والاي في نود ايه؟ انها تطلع الاكشن بوتنشلز. قلنا الهارت ما بيعتمدش على الاكشن بوتنشلز اللي جاله عن طريق النيرف، عنده اوتوماتيك سيلز بتطلع له الاكشن بوتنشال بتاعته، عشان كده بيشتغل بتلقائيه وبانتظام، تلقائيه وبانتظام. طيب عشان نطلع اكشن بوتنشال لازم نوصل فارينج ليفل. يبقى لو كان الريستنج ممبر بوتنشال ستيبل كده زي الخط ده، يبقى عمره ما واصل للفارينج ليفل، يبقى كان لازم يبقى ان ستيبل عشان يتغير 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 يوصل الفارينج ليفل اكشن بوتنشال، يتغير 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 يوصل الفارينج ليفل اكشن بوتنشال بتلقائيه وبانتظام. وتعالى اوريها لك اهو، ده الريستنج ممبر بوتنشال اهو، ده الريستنج ممبر بوتنشال وده الفارينج ليفل. شوف الروعه، لو كان ستيبل كده لقضينا الظهر دون ان يتولد ون اكشن بوتنشال، لكن هو ان ستيبل بيتغير. اكشن بوتنشال اكشن بوتنشال اكشن بوتنشال اكشن بوتنشال اكشن بوتنشال، يبقى بتغير بتلقائيه وبانتظام. فالهارت يطلع الاكشن بوتنشال اس نود والاي في نود بتلقائيه وبانتظام، فالهارت يشتغل بتلقائيه وبانتظام، وهو ده ريزمستي. فبقول جمله برضو ما تنسوهاش، لولا البري بوتنشال الانستيبل ريستنج بوتنشال ده بيسموه بري ايه؟ يسموه بري بوتنشال. لولا هذا البري بوتنشال ما كانت الاوتوماتيستي او الريزمستي في الهارت ما كانت الحياه. حتى اقولها بجمله عشان ما تنسوهاش، كنا بنحفظ واحنا اطفال نشيب بيقول لولاك يا امي ما كان ميلادي. فانا باخد نفس التعبير وبقول لولا البري بوتنشال اللي هو الانستيبل ريستنج ممبر بوتنشال ما كانت حياتي، كما انه لولاك يا امي ما كان ميلادي، لولا البري بوتنشال ما كانت حياتي. يعني تخيل عاوزك تحب شكل الاكشن بوتنشال ده، مفيش بلاتو لان مفيش كونتراكشن. الريستنج ممبر بوتنشال انستيبل عشان يوصل بتلقائيه للفارينج ليفل، فتتولد الاكشن بوتنشال بانتظام وبتلقائيه، فالهارت يشتغل بانتظام وتلقائيه وتستمر الحياه. هو ده اللي عمله الاس اي نود والاي في نود. وعاوزك تلاحظ ملحوظه ثانيه جميله، كل شيء يعلن انه وراء الخلق خالق. احنا في الريستنج ممبرين بوتنشال هنا كنا في الهارت خدناه في الاترا والفنتكل كان ناقص 90، انما بنلاحظ هنا ان هو ناقص 60 عشان يبقى فيري كلوز للفارينج ليفل اللي هناخده بعد شويه اللي هو ناقص 40. يعني غير انه انستيبل عشان يوصل بتلقائيه الفارينج ليفل، ربنا قربه من الفارينج ليفل. الريستنج ممبر بوتنشال مش ناقص 90 انما ناقص 60 عشان تبقى فيري كلوز للفارينج ليفل، فيبقى طلوع الاكشن بوتنشالز اسهل. يبقى كل شيء ان ينطق بوجود تصميم ذكي. شكل الاكشن بوتنشالز نفسه مدعاه للتامل، امتى يبقى فيه بلاتو، امتى يبقى لونج، امتى يبقى شورت، امتى يبقى مش موجود، امتى الريستنج ممبر بوتنشال يبقى ستيبل، وامتى يبقى انستيبل، وامتى يبقى قريب من الفارينج ليفل، وامتى يبقى هنا ناقص 90 بعيد.
ما هذه الروعة؟ سبحان الله. وعليه سؤال في الشافه مهم جدا، هيسألك تفتكر ايه الفرق بين شكل الاكشن تنشر بتاع الاس نود وبتاع الايفي نود؟ هما الاثنين زي بعض بالظبط، ثلاثه فيزيس وما فهمش لا بلاتو ولا ستيبل ترانس ميمريسنج بوتنشال. بس احنا عارفين الاس نود اسرع، الانترنسك ريدم بتاعها من 100 ل 110، انما الايفي نود من 40 ل 60. طيب يبقى لازم الاس نود بتوصل الفايرنج ليفل اسرع، يبقى عندها مور سلوب في البري بوتنشال، انما في الايفي نود بتوصل ابطا، عشان كده الاكشن بوتنشال بتتولد ابطا والانترنسك ريدم ابطا، فعندها سلو سلوب. يبقى ده للاوائل. ايه الفرق بين الاكشن بوتنشال بتاع الاس نود وبتاع الايفي نود؟ هنا بيبقى رابيد او مور سلوب، هنا سلو سلوب. نيجي بقى ناخد الاكشن بوتنشال النوع الثاني اللي هو السلو ريسبونس او البيس ميكر اكشن بوتنشال، ناخدهم مع بعض اهو. نيجي الريزميستي الاكشن بوتنشال، اهو قلنا ده الاكشن بوتنشال بنسميه، اوعى تنسى تاني اسمه الاكشن بوتنشال بتاع البيس ميكر، اهو بيس ميكر بوتنشالز او سلو ريسبونس اكشن بوتنشالز. فنبص مع بعض، بيتميز بايه؟ قلنا ثلاثه فيزيس مش خمسه، وما فيش ولا خط افقي. طيب خد بالك دلوقتي هتفهم، هنا الانستابل ترانس ممبر ريسنج بوتنشال ده كان فيز اربعه هناك، لا الريستنج ميمبرين بوتنشال كان فيز 4، عشان كده احنا بادئين هنا من فيز 4، لان ده يماثل الريستنج ميمبرين بوتنشال هناك اللي هو كان فيز 4، فيبقى فيز 4. بعد كده الديبولاريزيشن كان هناك فيز 0، اوكي يبقى فيز 0، مفيش هنا لا 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 شورت رابيد انيشال ريبولاريزيشن ولا بلاتو اللي هم فيز 1 و2، في على طول ريبولاريزيشن اللي هو فيز 3، عشان تبقى فاهم ليه ده سموه فيز 4 وبعديه ده فيز 0 وده فيز 3، كورسبوندينج للاكشن بوتنشلز بتاعه الاترال فينتكل. خدنا ما يعادلها وحطيناه هنا. طيب نيجي بقى نقول اهم حاجه في الاكشن بوتنشال، انا هركز هنا على طول في الايونيك بيزس. طبعا اهم ما يميزه هو البري بوتنشال هنا، كما انه لولاك يا امي ما كان ميلادي، لولا البري بوتنشال ما كانت حياتي. يبقى ده زي ما البلاتو مهم قوي في الاترال فينتريكولار اكشن بوتنشلز، البري بوتنشال هنا مهم جدا. خد بالك بقى اللي هو الانستابل ريستنج ميمبرين بوتنشال، ايه تعريف بقى البري بوتنشال؟ ده بيحصل اللي هو الهارت بيشتغل سبونتينيسلي، لان البري بوتنشال بيحصل سبونتينيسلي وسلو، اهو مقارنه بالسلو اب ستروك دي ابطا. طيب وهو جزء من الاسندنج ليم، يبقى هو جزء من الديبولاريزيشن، واحنا قلنا الديبولاريزيشن بيحصل قبل السيستول، الهارت يتكهرب وبعدين يعمل سيستول، يبقى 100% الديبولاريزيشن جمله مهمه جدا في الام اس كيو، بيحدث في فتره الداستول وبصوره ريجولار، يعني كل كلمه في الخمسه دي لها قيمه تعرفها في الام اس كيو، ات از سبونتينيوس، بيحدث تلقائيه، عشان كده الهارت بيشتغل سبونتينيوسلي بصوره منتظمه ريجولار، عشان كده الهارت بيشتغل ريجولار سلولي بطريقه بطيئه في فتره الداستول النقطه الرابعه، ويمثل ديبولاريزيشن. يبقى عاوزك الخمس نقط دول اي واحده في الام اس كيو عليها صح، سبونتينيوس ريجولار سلو داستوليك ديبولاريزيشن. ومن الروعه قلنا ان احنا بنبتدي هنا من كام؟ من ناقص 60، عشان نبقى قريبين من الفايرنج ليفل اللي هو ناقص 40. ايه السبب بقى؟ تعال نتفرج مع بعض. هنقسم المشوار ده لحتتين، من ناقص 60 لناقص 50 ومن ناقص 50 لناقص 40، حتى في التذكر سهل وانا اكتب لك الاعداد الكبيره اهو. ميلي فولت. هنا سبب الديبولاريزيشن بيبتدي، تفتكر عندي هنا صوديوم وكالسيوم، احنا قلنا الاساس كالسيوم هنا، الاساس كالسيوم عشان كده قلنا سلو ريسبونس. لكن تفتكر نبتدي بالصوديوم ولا بالكالسيوم؟ طالب ذكي قال لي انت قلت الصوديوم اسرع. يبقى نبتدي بالصوديوم ونكمل بالكالسيوم، يبقى كلام معقول مفهوم مش بنحفظ. فبنبتدي بدخول الصوديوم من خلال فاست شانلز اسمها فاني كارنت شانلز، يعني بيدخل فيها اللي بيسموها فاني كارنت، فاني يعني مضحك. واحد يقول لي طب هما ليه سموها فاني كارنت؟ ذلك يعزى لسببين. السبب الاول
ان التشانلز دي عكس كل التشانلز، كل الفولتج جيت التشانلز. افتح ودنك بتفتح بايه؟ افتح ودنك بالدي بولاريزيشن. دي التشانل الوحيده اللي بتفتح بالعكس لما مش يحصل دي بولاريزيشن، لما نروح ناحيه الهايبر بولاريزيشن بتفتح بالهايبر بولاريزيشن. يبقى اول سبب لماذا سميها فاني كارنت، لانها تشانلز بتفتح عكس كل التشانلز اللي بتفتح بالدي بولاريزيشن، هي بتفتح بالهايبر بولاريزيشن. طب تاني نقطه، ان احنا طول عمرنا عارفين ان الصوديوم والبوتاسيوم عكس بعض، خلف الله خليفه خلف خلاف، يعني الصوديوم بيدخل يعمل دي بولاريزيشن، البوتاسيوم يخرج يعمل بولاريزيشن. انما لان احنا عاوزين نعمل دي بولاريزيشن، فالتشانل دي بتليك بتدخل مش بس الصوديوم وبوتاسيوم، يعني الاول مره الصوديوم والبوتاسيوم الاثنين بيحصلهم انفلكس عشان تسرع عمليه الدي بولاريزيشن. يبقى لهذين السببين سمي هذا الكرنت فاني كرنت. طيب ده من ناقص 60 لناقص 50 بالصوديوم انفلكس بما يعرف بالانورد فاني كرنت. عند ناقص 50 بقى نكمل بالكالسيوم انفلكس عن طريق شانل هتشتغل فترة مؤقتة وتقفل، فعشان كده سموها ترانزيانت كالسيوم شانل. ما احنا قلنا الكالسيوم شانل في الجسم عندنا نوعان، يا اما ترانزيانت يعني مؤقت، يا اما لونج لاستنج. ففي الحتة دي اللي هتشتغل شوية وتقفل هي الترانزيانت، وبرضو بتدخل الكالسيوم، هي انورد كالسيوم كارنت من خلال الترانزيانت شانلز. يبقى ده البري بوتنشال. يبقى سببه ايه؟ حاجتين، صوديوم وكالسيوم. تفتكر تبتدي منين الطالب الذكي؟ يقول لي الصوديوم اسرع، ابتدي بالصوديوم. وحاجه لا تنسى هتقعد فاكرها بقى حياتي، اسمه فاني كارنت. فاني يعني مضحك، لان هي دي التشانل الوحيده اللي بتفتح بالهايبر بولاريزيشن. دي اول سبب والاهم. وسبب تاني اقل اهميه، انها بتليك مش بس صوديوم وبوتاسيوم ماشيين مع بعض، مع ان هم المفروض يبقوا عكس بعض، خلف الله خليفه خلف خلاف المحامي. ده من ناقص 60 لناقص 50، من ناقص 50 ناقص 40 بالكالسيوم من خلال الترانزيانت شانل. طيب نبتدي بقى فيز زيرو اللي هو الدي بولاريزيشن، اللي هو يسموه سلو اب ستروك. سببه ايه؟ خد بالك في هذا الاكشن بوتنشال في كل فيز من الثلاثه، افتح ودانك معايا، كل فيز يحصل بسببين، السبب بتاعه واغلاق وانتهاء اسباب الفيز اللي قبليه. يبقى ما تقول ما هو سبب فيز زيرو، نمره واحد تقول inactivation of funny current sodium channels and transient calcium channels. الأول تقفلهم وبعدين تفتح ال long lasting calcium channels. لو قلت سبب depolarization اللي هو slow up stroke بس ال long lasting calcium channel، لا ده مش الطلبة المتميزين، مش اللي بياخدوا امتياز، لازم تقول قفل دول وفتح ال long lasting calcium channel. طب ما سبب الثيرد فيز اوف ري بولاريزيشن اللي هو الريال ريبولاريزيشن؟ نفس الكلام، تقول غلق ان اكتيفيشن اوف لونج لاستنج كالسيوم شانل واكتيفيشن اوف بوتاسيوم شانلز، اللي هي كنا بنقول بتشتغل حاجه اسمها ديلايد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل، خدناها قبل كده وفهمنا ليه سموها ديلايد، لان كان في البلاتو كالسيوم بيخلص بطل يدخل وهي لسه فاتحه متاخره، عشان بعد البلاتو تعمل الدي بولاريزيشن، عشان كده سموها ديلايد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل. طيب ايه سبب بقى الفيز ده؟ تقول نفس الكلام، يبقى ان اكتيفيشن اوف ديلايد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل واكتيفيشن اوف الصوديوم فاني كارنت شانلز والكالسيوم ترانزنت شانلز. يبقى فهمت اللعبه، ان كل فيز من الثلاثه سببه من الاسباب شيئان، توقف الفيزس اللي قبلها وبعدين التوقف الاسباب بتاعت الفيز اللي قبلها ثم تقول السبب بتاعها. يبقى هنا صوديوم فاني كارنت شانلز وكالسيوم ترانزنت، يقفوا وتفتح الكالسيوم لونج لاستنج، يقف الكالسيوم لونج لاستنج ويشتغل بوتاسيوم شانل بتاعت الديليد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل، تقف ويشتغل الصوديوم كالسيوم وتعيد الكره نفسها. طيب نقول ايه دلوقتي؟ نيجي البري بوتنشال ده مش بس مهم ان هو ده سبب الريذمستي او الاوتوماتيستي،
إنما السلوب بتاعه هو اللي بيحدد خاصية من أهم الخصائص في القلب، وهي ريذميستي اللي هي الهارت ريت، معدل ضربات القلب. لأنه بالعقل الطالب ذكي كل ما كان السلوب أكتر يبقى هنوصل الفايرنج ليفل أسرع، يبقى هيتولد أكشن بوتنشالز أكتر، الهارت ريت يسرع. ده اللي شفناه في السينود. انما كل ما كان السلو ابطا يبقى هنوصل فايرنج ليفل بعد مسافه اكتر، يبقى الاكشن بوتنشال هتطلع بعد وقت اطول، يبقى الهارت ريت هيبقى اقل. يبقى اما يسالك في الشفوي ماذا يحدد الهارت ريت، اوعى تنسى ذا سلوب اوف بري بوتنشال. كما انه لولاك يا امي ما كان ميلادي، لولا البري بوتنشال ما كان حياتي. هذا البري بوتنشال مش بس هو سبب الهارت بيضرب بانتظام، هو اللي بيحدد عدد ضربات القلب. مور سلوب مور اكشن بوتنشال، ليس سلوب ليس اكشن بوتنشال. طب تعال نشوف بقى العوامل اللي بتحكم في الهارت ريت. دلوقتي العوامل اللي تزود الهارت ريت بيسموها بوزيتيف كرونوتروفي او بوزيتيف كرونوتروبيك افكت، واللي بتبطئ يسموها نيجاتيف كرونوتروفي او نيجاتيف كرونوتروبيك افكت. انا عشان ما لخبطكش عاوز اقول لك حاجه مهمه جدا. احنا عندنا في الهارت تعبيرين مهمين جدا في الام اس كيو. العوامل اللي بتاثر في قوه انقباض القلب بيسموها انوتروبيك افكت، اللي بتاثر في عدد ضربات اللي هو موضوعنا الهارت ريت يسموها كرونوتروبيك افكت. طب واحد يقول لي انا هلخبطهم، لا، لو فهمت ترمينولوجي وانا بدرسك هنا ترمينولوجي عمرك ما تلخبط. انو هو ده اله القوه عند الاغريق، انو فيبقى ده منطبق بقوه يبقى بالكونتراكشن. بوزيتيف انو يزود الكونتراكشن، نيجاتيف انو ينقص كونتراكشن. انما كرونو من كلمه كرونيك يعني مزمن، متعلقه بالزمن. ايه الحاجه الوحيده اللي بنقيسها بالساعه في الهارت؟ الهارت ريت. فلما اقول بوزيتيف كرونو كرونوتروفي او كرونوتروبيك افكت، ادام فيها كلمه كرونو زمن يبقى ساعه، يبقى هارت ريت. يبقى معيش طلبه بتلخبط ليه؟ انهم فاهمين ترمينولوجي، فاهمين كل حاجه بتحصل ازاي. طيب تفتكر ايه الحاجات اللي بتزود الهارت ريت؟ اول حاجه عارفينها اللي هو السمباثيتك نيرفس سيستم بيزود الهارت ريت. وارجع اذكرك تاني ان السمباثيتك دي كل معلومه هقولها مهمه في الام اس كيو. السمباثيتك بيطلع نور ادرينالين مش ادرينالين، ما تغلطش. نوع الريسبتور اللي على الهارت بيتا 1 نوت بيتا 2، بيتا 2 دي موجوده على بقيه الجسم، بتشتغل بالسايكليك ام بي. البيتا ريسبتور 1 و2 الاثنين بيشتغلوا بالسايكليك ام بي، يبقى اسمع محاضرات الاوتونوميك. طب ازاي هنا بيزودوا الهارت ريت؟ لان هم بيزودوا الفاني كارنت، بيزودوا الفاني كارنت ما تنساش. طيب نمره 2 كاتيكولامينز، طبعا ما هو الكاتيكولامينز اللي هم مين؟ اللي هم نور ادرينالين بتاع السمباثيتك، واللي اقوى منه اللي هو الادرينالين والاوائل والدوبامين. زياده التمبريتشر كلنا عارفين لو الواحد سخن عدد ضربات قلبه بتزيد، كل درجه بتزود 10 دقات ضربات القلب. وبعدين اخر حاجه اللي هي نقص البوتاسيوم في الاكسترا سيلر فلويد. لو نقص البوتاسيوم في الاكسترا سيلر فلويد فده بيعمل ايه بقى؟ بوتاسيوم قليل. فالبوتاسيوم العادي اللي هو بيعاكس الصوديوم بيقل دخوله، بيقل البوتاسيوم كوندكتنس، البوتاسيوم العادي اللي هو معاكس للصوديوم، يبقى يقل البوتاسيوم يقل معاكسه الصوديوم، فالصوديوم يشتغل احسن، فاني كارنت بقى احسن، فالهارت ريت يزيد. يبقى نقص البوتاسيوم بيزود الهارت ريت. تعال ناخد بالعكس، ايه الحاجات اللي هي بتبطئ الهارت ريت؟ النيجاتيف كرونوتروفي او نيجاتيف كرونوتروبيك افكت. ولا تنسى كرونيك يعني مزمن، مش هقول لك كرونيك ديزيز، مرض مزمن والزمن متعلق بالهارت ريت، ما تنساش. يبقى بالعكس هنا سمباثيتك، نحط هنا بارا سمباثيتك نيرفس سيستم، بتشتغل بالاستايل كولين، نوع ريسبتور ماسكارينيك اللي على القلب 2، دي مش مهم قوي، مهم في السمباثيتك انك تعرف انها بيتا 1، مش مهم في البارا انك تعرف انها ماسكارينيك 2. دي بتزود سايكليك ام بي، دي بتنقص سايكليك ام بي، دي بتزود الفاني كارن، دي بتنقص الفاني كارن. بس في سبب تاني بيخلي البارا سمباثيتك يبطئ الهارت ريت، لانه الاسيتايل كولين بتاع البارا بيفتح البوتاسيوم شانل، في شانلز بتشتغل بال بتبقى اكتيفيتد بالاسيتايل كولين، اسمها اكتيفيتد
بوتاسيوم أسيتيل كولين شانلز. فطبعا بوتاسيوم قلنا بيعاكس الفاني كارنت، يقلل سلوب، يقلل الهارت ريت. طيب كالسيوم شانل بلوكينج ايجنت، قلنا الكالسيوم شانل بلوكينج ايجنت دول بيعملوا ايه؟ بيقفلوا انهي تايب؟ قلنا المهم ال تايب كالسيوم شانل، ويعملوا حاجتين في القلب، يقللوا الكونتراكتيليتي خدناها قبل كده، ويقللوا الريزميستي. الريزميستي يعني عدد ضربات القلب، فيخلوا القلب ينقبض اضعف وعدد اقل، يبقى الدم اللي يندفع للاوعيه الدمويه يقل، يبقى الضغط في الاوعيه الدمويه يقل. عشان كده من احسن علاجات ضغط الدم المرتفع الكالسيوم شانل بلوكينج ايجنتس، واللي هي بتقفل ال L تايب. طيب نيجي اخر حاجه، هنا كان نقص البوتاسيوم، هنا نقول زياده البوتاسيوم، لان زياده البوتاسيوم بالعكس هنا بقى هتعمل ايه؟ هتزود البوتاسيوم كوندكتنس اللي هو البوتاسيوم اللي بيعاكس الصوديوم، يبقى هتقلل الفاني كارنت، يبقى تقلل عدد ضربات القلب. ودي من اهم المعلومات في الطب، ان زياده البوتاسيوم في الاكسترا سيلولار فلويد، فهمت؟ يبقى بوتاسيوم هيعاكس الصوديوم الفاني كارنت، يبقى هيقلل سلوب، يبقى هيقلل الهارت ريت. تو ذا اكسنت، عشان ما تنسوهاش هقول لكم شويه معلومات طريفه. اكتر اين يخشاه القلب هو البوتاسيوم، اوعى تنسى مش الصوديوم، البوتاسيوم هو اهم واحد. ان في عندنا في 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 الدوله المجاوره لينا وهي الولايات المتحده، في بعض الولايات بتعدم الاعدام، بيتم بايه؟ بحاجه اسمها ليثال دوز، يعني جرعه مميته. ما الجرعه دي الا يدوا الشخص بوتاسيوم كلورايد، فيعلوا البوتاسيوم في الاكسترا سيلولار فلويد، فالقلب يبطئ ويقف القلب، ذا هارت ستوبس ان داستول. يبقى اوعى تنسى الحقنه المميته عباره عن بوتاسيوم، البوتاسيوم بيقلل ضربات القلب. حاجه تانية اهم بقى، سيبك من الاعدام، العيانين اللي عندهم رينال فيلير، ايه اخطر حاجه في رينال فيلير؟ انه بيحصل تنشن بوتاسيوم، بوتاسيوم بيزيد في الاكسترا سيلولار فلويد، فده بيوقف القلب، بيقلل قوي ضربات القلب وفي الاخر يقف. بس طبعا خد بالك للناس اللي فاهمه كويس، ان التاثير الحاد طبعا اعنف من التاثير المزمن، يعني الليثال دوز اخطر من اللي عنده كرونيك رينال فيلير، لان الكرونيك رينال فيلير بوتاسيوم بيزيد، بس بيزيد ببطء، فالتاثير بيبقى اخف. انما لما تدي واحد حقن الكالسيوم بيروح قلبه واقف على طول، بيقل ضغطه ويقف على طول، اللي هو الليثال دوز. اوعوا تنسوا هذا الكلام، مهم جدا. وهقول لكم جمله ثانيه اذكركم بيها، لما يقول لك بوتاسيوم وصوديوم، مين الاين الاكثر اهميه؟ اوعى تغلط، مش الصوديوم، بوتاسيوم. قلتها البوتاسيوم، اسمع النطق، البو بو بو بوتاسيوم مسؤول عن البو بو بولارايز ستيت اللي هو ريستنج ميمبر بوتنشال، البي مع البي، البوتاسيوم بولارايز ستيت. واثبتناها ازاي؟ ان الايكوليبريم بوتنشال في البوتاسيوم اللي اسناب النيرنست ايكويجن ناقص 9 ناقص 94 ماينس 94 ملي فولت، فيري كلوز للريستنج ميمبر بوتنشال اللي هو ماينس 90. يبقى البوتاسيوم هو المهم، البولار ستيت الام اس كيو مهم جدا. البوتاسيوم هو اخطر ايون على القلب، زياده البوتاسيوم تقلل ضربات القلب، توقفه خالص زي في الليثال دوز وفي الرينال فيلير. وعليه من هو الاين الاهم في الجسم؟ اما يقول لك كده بدون ما تفكر بوتاسيوم ولا صوديوم، تختار بوتاسيوم. وهديك دليل من الجسم، ان الالدوستيرون اللي بيظبط البوتاسيوم والصوديوم بيتأثر بما لا يقارن بأي تغير صغير في البوتاسيوم، مش في الصوديوم. عاوز تغيرات كبيرة في الصوديوم عشان يتأثر. فما حيث مع العبد الله، الآين الأكثر أهمية في الجسم، الآين الأخطر على القلب، الآين الذي يصنع البولاريز ستيت، هو البوتاسيوم، مسؤول عن البولاريز ستيت، وبيعمل أخطر على القلب وأخطر على الجسم. نيجي للخاصية الأخيرة، دي مش هتاخد وقت كتير، اللي هي الكوندكتيفيتي. فناخد الكوندكتيفيتي. كوندكتيفيتي باي ديفينيشن هي ذا ابيليتي اوف ذا هارت تو بروباجيت ان اكشن بوتنشال، مقدره القلب ان هو يبروباجيت اكشن بوتنشال، كوندكشن، ذا ابيليتي اوف ذا هارت تو بروباجيت ان اكشن بوتنشال. طيب الفيلوسيتي اوف كوندكشن ديبيندز على ايه في الهارت؟ سرعه سريان الاكشن بوتنشال تعتمد على شيئين. واحد، او قبل ما اقولهم عشان تفهم اكتر،
الكهرباء في الجسم عندنا عكس البيت. هنا البيت الكهرباء، هنا عندنا الكترونز، الكهرباء دي الكترونز، انما عندنا احنا الكهرباء في الجسم الاكشن بوتنشلز عباره عن سببها ديفيوجن اوف اينز، اينز اينز، ركز معايا اينز. طيب هذا الديفيوجن اوف اينز اللي بيعمل كهرباء الجسم يمشي اسرع كل ما ايه، كل ما الاريا زادت. طب واحنا الكهرباء في القلب بتمشي ايه؟ فكر معايا، كانت بتمشي من خلال الجاب جانكشن اللي موجود في الانتركليتيك ديسك، ان قلنا جوه كل ديسك اللي هو حاشر نفسه ما بين تو سيلز في الهارت فيها ثقب سداسي، حتى قلنا هكساجونال بروتين بيمشي من خلالها. يبقى كل ما كان خلايا القلب فيها جاب جانكشنز اكتر يبقى سرعه الكهرباء في الاكتر اكتر، يبقى بتعتمد على الجاب جانكشنز لان ده بتزود الاريا وبالتالي بتزود الديفيوجن اوف اينز. عاوز ناس فاهمه مش حافظه. طيب قلنا انتقال الاينز من مكان الى مكان بيحكمه ايه؟ الالكتريكال جريديان، كل ما الجريديان زادت الديفيوجن يزيد. هنا فين الجريديان اللي هو عباره عن الامبليتيود والسبيد بتاع الاب ستروك بتاع الاكشن بوتنشال؟ مش قلنا في الاكشن بوتنشال في اب ستروك، يبقى الامبليتيود والسبيد اوف اب ستروك في الاكشن بوتنشلز. يبقى عاوز ناس فاهمه. يبقى الكهرباء في 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 الجسم وعليه في الهارت ما هي الا ديفيوجن اوف اينز، يزيد كل ما زاد الاريا اللي متاح ليه ينتقل من خلالها. ليه مين الهارت بينتقل من خلال ايه الاينز في الكاردياك ماسل؟ من خلال الجاب جانكشنز، الثقوب اللي موجوده بين الخلايا اللي هي موجوده في حاجه اسمها انتركليتد ديسكس. طيب وقلنا ان الابيليتي of this to allow current flow دي بتقل بالهايبوكسيا وبزيادة الكالسيوم في المونوسايتس، لان طبعا الهايبوكسيا بتمنع ان احنا نعمل عشان نرجع الاينز لطبيعتها. قلناها يبقى راجع النيرف المصري محتاجين صوديوم بوتاسيوم بامب، محتاج اي تي بي، محتاج اوكسجين، فنقص الاوكسجين بيقلل العملية دي. تاني حاجة قلنا الجريديانت اللي هي بيحكمها مين بقى؟ الامبليتيود والسبيد اوف اب ستروك اوف اكشن بوتنشلز. طيب فاكتورز افكتنج الفيلوسيتي اوف كوندكشن، ايه العامل اللي بتاثر في الفيلوسيتي اوف كوندكشن؟ نمره واحد. عندنا اثنين الاوتونوميك نيرفز، قلنا السيمباثيتك نيرفس سيستم، فاكر قلنا بتزود كل الكاردياك بروبرتيز كلهم بما فيهم النهارده الكوندكتيفيتي. ومره اخرى ما ازهقش، السيمباثيتك بيطلع نور ابينفرين نوت ابينفرين، نور ادرينالين مش ادرينالين، نوع الريسبتور بيتا 1 بتشتغل بالسايكليك ام بي، بتزود الريت اوف كوندكشن. هنا بقى الاذكياء فقط، تفتكر السيمباثيتك بيزود سرعه الكهرباء في القلب؟ اختار واحده من اثنين، عن طريق انه بيزود عدد الجاب جانكشنز ولا انه يزود الامبليتيود والسبيد اوف اب ستروك. طالب ذكي قال لي مش معقول ستيميليشن اوف سيمباثيتك يغير الاستراكشر اوف ذا هارت، مش معقول يزود عدد الجاب جانكشنز. يبقى الأليق ان السيمباثيتك بيزود الامبليتيود اند سبيد اوف اب ستروك. لطالب فاهم مش حافظ ده ازاي بيعملها. طيب العكس الباراسيمباثيتك نيرفس سيستم، قلنا بتشتغل بالاستايلكولين، نوع ريسبتور ماسكارينيك، وقلنا دي مش مهم ماسكارينيك 2، انما هنا مهم قوي تقول السيمباثيتك بيتا 1، بيتا 1 مهم قوي في السيمباثيتك لان البيتا 2 بره، انما البيتا 1 على الهارت. هنا ماسكارينيك 2 مش مهم انك تقول 2، مهم انك تعرف ماسكارينيك بس. بتقلل كل الكاردياك بروبرتيز بما فيها الريت اوف كوندكشن. ازاي؟ برضه نفس الفكره، مش معقول الباراسيمباثيتك بتغير الاستراكشر، يبقى 100% هي بتغير الامبليتيود والسبيد اوف اب ستروك، بتعمل سلوور اب ستروك. طيب تاني عامل بقى اللي هو الدراجز، في دواء اسمه الديجيتاليس اكتشفه مشعوذ، هنحكي قصته في اوانيها، مش طبيب، من احسن الادويه في علاج هبوط القلب. الديجيتاليس ده اكتشفوه في نبات اسمه ديجيتاليس لاناتا، بيزود الكونتراكتيفيتي بتاعت القلب لكنه بينقص الريزميزيتي والكوندكتيفيتي، لانه بيستيميليت الباراسيمباثيتك، فالباراسيمباثيتك دي بتنقص الريزميزيتي والكوندكتيفيتي. عشان كده الديجيتاليس له يوجد استخدامان، لانه بيزود الكونتراكتيلتي، الكونتراكتيلتي بيستخدموه في العينين الكونتراكتيلتي ضعيفه اللي عندهم هارت فيلير، ولانه بالعكس بينقص ريزميستي وكونتراكتيلتي، يبقى استخدموه في القلوب اللي بتضرب بسرعه قوي زي في حالات الاتريال
fibrillation اللي هو رعشة الأذين. طيب ننتقل للنقطة الثالثة والأخيرة في محاضرتنا دلوقتي، هي البروباجيشن اوف كاردياك امبلس. ساعات السؤال ما يجيلكش في النظري وده الأليق، ما يجيلكش كوندكتيفيتي، يقول لك اتكلم عن البروباجيشن اوف كاردياك امبلس، اتكلم على انتشار الإشارة العصبية في القلب مع عشق مستعشق النظام. هناخد 5 ستيبس بخمس سرعات. اول حاجة كهرباء قلنا بدأت من نورمال بيس ميكر اللي هو الاس انود، يبقى اول حاجة لازم نعملها نكهرب الاتريا، ان الكهرباء تسري من الاس انود عبر الاتريا الى الاف نود. هذا يتم بطريقتين، يا اما تمشي على النورمال اتريال مايوسايتس بسرعة نص متر في الثانية، مش عاوز لخبطة، بيغلطوكوا في الامس كيو في التمييز مش في الدقيقة، نص متر في الثانية. لكن في حاجة احسن شوية، فايبرز بتوصل التو نودز ببعض اسمهم انتر نودال باندلز. الانتر نودال باندلز دول بيبقوا بسرعة متر في الثانية، بسرعة متر في الثانية الانتر نودال باندلز. يبقى دي اول ستيب، من كهرب الاتريا عن طريق الاتريال مونوسايتس نص متر في الثانية، الانتر نودال فايبرز عن طريق متر في الثانية. نيجي بقى الحتة اللي جاية، نيجي الاي نود. تملي بقول نود يعني عقدة، العقدة في العقدة دي ابطأ حتة في الجسم. دي وده سؤال مش مهم وهنقوله دلوقتي ليه، دي عندها السلو ستريت اوف كوندكشن. بص مش نص من عشر، نص من مية، 0.05 متر بير سكند، دي ابطأ حتة. بعد كده ندخل على الاي في بقد. وعلى فكره الاي في نود نسينا نقول الفانكشن بتاعتها، قلنا الاس نود هي النورمال بيس ميكر، الاي في نود غير انها هي الـ يعني سبير للاس نود، انها دي بتبطئ دخول الامبلس، وهنفهم ليه دلوقتي الوظيفه الاساسيه بتاعتها للفنتكل، دي ذا سلوست بارت اوف ذا هارت. وليها وظيفه تانية قلنا ان هي دي الاتصال الوحيد اللي بينقل الكهرباء من الاتريال فنتكل، هي عباره عن الالكتريك جيت واي، الالكتريك جيت واي من الاتريال فنتكل. انا اسف نسيت اقولها مع ريدميستي، ادين قلناها الالكتريك جيت واي، دي هاز جوت ذا سلو ستريت اوف كوندكشن. المرحله الثالثه ان يمشي الكهرباء في الاي في باندل او باندل اوف هيس، احنا عندنا تو فنتكلز في السيبتوم فتنقسم لتو باندلز، رايت للرايت فنتكل هي بتكمل از رايت قلناها قبل كده، ويطلع منها الليفت. ولا تنسى ان شكل الهارت عامل زي الهرم المقلوب، البيس فوق والابيكس تحت، هرم مقلوب او زي الكوم بتاع الايس كريم، البيز هو دي الابيكس، فبتنزل فروم بيس تو ابيكس، وبعدين التو باندلز يبقوا ريفلكتد على اللاترال وول، يبقى بس تبقى حافظ المسار. واهم نقطه في الام اس كيو مهمه في الاي سي جي، انهم ماشيين تحت الطبقه الداخليه بتاعه القلب اللي هي الاندوميتريوم، مش الطبقه الخارجيه اللي هي الابي، اسف الاندوكارديوم، مش تحت الطبقه الخارجيه اللي هي الابي كارديوم. يبقى المرحله بعد كده هنمشي في الاي في باندل اور باندل اوف هيس وبتو باندلز، تشرح التو باندلز ماشيين ازاي في السيبتوم، من البيز للابيكس وبعدين من الابيكس للبيز، تمشين تحت الاندو كارديام نوت الابيكارد. هنا بقى السرعه كنا نص من 100%، هنا 0.05 متر بير سكند، السرعه تعلى جدا ل 2 متر بير سكند. ثم في البركنجي فايبرز اللي هي متجهه من الاندو كارديام للابيكارديام، وقلنا فيه فايبر لكل فنتريكولار ماسل فايبر، دي الفاست ستريت 4 متر في الثانية. وبعدين لما تروح للفنتريكولار مايوسايتس ترجع تبقى زي الاتريا نص متر في الثانية. تحفظ الكلام ده صم. يبقى خمس مراحل، الأول هنكهرب الاتريا بطريقتين، اتريا مونوسايتس مايوسايتس، اتريا مايوسايتس ب 0.5 متر بير سكند، انتر نودال باندلز متر في الثانية. المرحلة الثانية الايفي نود دي ابطأ حتة 0.05 متر بير سكند، دي السلوست. ثم بعد كده عندي الباندل اوف هيس او الايفي باندل اللي هينقسم لتو باندلز بسرعة 2 متر في الثانية. اسرع حاجة البركنجي من 4 بسرعة 4، من 4 بسرعة 4، وبعدين الفنتريكولار مايوسايت زي الاتريال نص متر في الثانية.
هنا بقى لازم تقول لي ليه الايفينود عندها السلو ستريت، تقول لي الميكانيزم والسيجنيفيكانس، وليه البركنجي فايبرز والتو باندلز عندهم اسرع سرعه، الميكانيزم والسيجنيفيكانس. الميكانيزم انتوا فاهمينها، احنا قلنا الفيلوسيتي لطالب ذكي يرجع هنا بتعتمد على ايه؟ على النمبر اوف جاب جانكشنز والامبليتيود والسبيد اوف اب ستروك. يبقى ليه الايفي نود ابطا حته؟ ليه الكهرباء بتمشي ببطء جدا في الايفي نود؟ عشان الجاب جانكشنز قليله فيو، والاب ستروك بتاع الاكشن بوتنشال اللي هو على فكره الاب ستروك عشان تبقى عارف اللي هم بيسموه فيز، هوريها لك اللي هي اهي في الزيرو، هو ده الاب ستروك، ده الاب ستروك. يبقى عندنا فيو جاب جانكشنز وسلو اب ستروك، بينما ليه البركنجي فايبرز هاز جوت ذا فاست ستريت اللي هو 4 متر بير سكند، العكس لان عندهم جاب جانكشنز كتار قوي، ميني جاب جانكشنز، والاب ستروك اوف اكشن بوتنشال رابيد. يبقى ده الميكانيزم. طب نيجي بقى السيجنيفيكانس، ايه اهميه ان الايفي نود تبقى بطيئه جدا؟ وده اهم سؤال هنا في الام اس كيو، ابطا حته في قلبك العقده في العقده، ما تلخبطش في الايفي نود مش في الايفي باندل، النود النود هي ابطا حته، ذا سلو ستريت. ليه بتبطئ الفنتكل؟ تعال اوريها لك، يعني بامثلها. ليه في الايفي نود بنبطئ؟ عشان تبطأ بداية الفنتيكال كونتراكشن لحد ما الإيترال كونتراكشن يكون خلص، لأن ما يقدرش الإيترال الصغير الضعيف ينقبض في مواجهة الفنتيكال القوي. فالكهرباء بتمشي ببطء في الإيفي نود ليه؟ عشان تأخر بداية الفنتيكال كونتراكشن لحد ما الإيترال يكون عمل بامبينج وفضة، يبقى تو ديلي ذا فنتيكال كونتراكشن. يبقى أول سبب تو ديلي الفنتيكال كونتراكشن لحد إمتى؟ till the end of atrial contraction. ده في القلوب الطبيعية عندك وعندك وعند العبد الله، تبطأ تبطأ القلب لحد ما الاترا، تبطأ الفنتكل لحد ما الاترا يخلص. طيب ولازم تبتدي بيها، لان دي في كل الناس، في كل الناس الايفي نود بتوصل ببطء عشان تأخر الفنتريكال كونتراكشن till the end of atrial contraction، to delay ventricular contraction till the end of atrial contraction. نيجي بقى بعض الناس القلوب الغير طبيعية عندهم الاترا في بؤره خارجيه بتضرب بسرعه جدا، في الاترا الفلاتر بتضرب بسرعه 400 في الـ في الـ في الدقيقه، اهي اسف اترا فايبريليشن، اترا الفلاتر بتضرب 300، فلاتر يعني رفرفه بانتظام بس سريعه جدا، سريعه جدا اهي كده فلاتر 300 في الدقيقه. في الفايبريليشن لا، بيضرب كل فايبر لوحدها، عشان كده يسموها فايبريليشن رعشه، فلاتر يعني رفرفه، انها فايبريشن على 400 في الدقيقه. تخيل لو الايفي نود دي هتوصل 300 امبلس للفنتكل، نموت فورا. واحد يقول لي ليه؟ لان لو الفنتكل ضرب بسرعه جدا، وهشبهها لك، وضرب بسرعه جدا، يبقى فتره الدايستول اللي بيملى فيها، فتره الدايستول اللي بيملى فيها قلت جدا، انه بيضرب بسرعه جدا، ما فيش فتره انه الدايستول يملى، ما ملاش، مش هيفضي، يتوفانا الله في الحال. فلو الفنتكل تبع الايتريا، قلنا في مرضين مشهورين في الايتريا، اترال فلاتر رفرفه كلهم بيضربوا مع بعض بس 300 في الدقيقه، العب منها فايبرليشن، واشهر في الطب الفايبرليشن هي الحاله الاكثر في الطب، كل فايبر لوحدها فسموها فايبرليشن و400. لو ال 300 او 400 امبلس دول وصلوا الفنتكل، الفنتكل هيبقى سريع جدا، مفيش وقت الداستول، وقت الريلاكسيشن قليل، مش هيملى مش هيملى، يبقى مش هيفضي، يموت فورا. هنا تيجي روعه الايفي نود بقى، ان الايفي نود فيه 300 امبلس بيتنططوا وراها، تقول لهم انا اسف انا عندي السلو ستريت اوف كوندكشن، انا هعمل لكم ماثيماتيكال ريدكشن، هعمل اختزال جبري من كل ثلاثه مثلا هفوت واحد، او من كل مثلا اثنين هفوت واحد، خلينا في كل ثلاثه فوت واحد. يبقى لو الاترا بيضرب فوق 300، مثال سهل اهو، هي من كل ثلاثه هتفوت واحد، يبقى تفوت للفنتكل واحد من كل ثلاثه، يبقى الفنتكل يضرب 100، شيء معقول نقدر متمشي مع الحياه، لكن لو الفنتكل اشتغل 300 هموت. فهي بتبروتكت الفنتكل اجينست الهاي باثولوجيكال اتريال ريثم. يبقى ده تاني سبب. وعارف في الحاله دي، تعالى اشبهها لك بيحصل ايه؟ الاترا بيضرب ثلاث مرات والفنتكل مره واحده، شكلها لطيف قوي، بص معايا اهي.
يبقى ده سريع جدا، انما ده معقول جدا. هيسموها 3 to 1 ريزن، 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 يسموها 3 to 1 ريزن. يبقى واحد من اهم الاسئله في الطب، ليه الاي في نود هاز جوت ذا سلوست ريت اوف كوندكشن؟ الميكانيزم عندها اقل جاب جانكشنز والابستروك بتاعها سلو، الابستروك اللي هو فيز زيرو. تمام. طب السيجنيفيكانس تبتدي بالقلوب الطبيعيه انت وانت والعبد الله، انها بتاخر الفنتكل لحد ما الايترا يكون خلص، تو ديلي فنتريكولار كونتراكشن تيل ذا اند اوف ايترا كونتراكشن، عشان ما يقدرش الايترا ينقبض في مواجهه الفنتكل القوي. نمره 2 في القلوب المريضه، الناس اللي عندها فلاتر رفرفه 300 او العب منها فايبريليشن بس اشهر 400 وكل فايبر لوحدها، لو الفنتكل ضرب 300 400 موت. فبتعمل ايه؟ بتبروتكت الفنتكل اجينست الهاي باثولوجيكال، يعني مرضي اترا ريزم زي في الفتره فايبريليشن، وبتعمل ماثيماتيكال ريدكشن. فمن كل 3 اتمرر واحد، من كل 4 اتمرر واحد، من كل 2 واحد، خدنا من كل 3 واحد، وهنا 300 يبقى 3 1 3 1، شيء رائع. طيب ليه بقى البركنجي سيستم الايفي باندل والباندل برانشز والبركنجي سيستم هي اسرع حته؟ وانس دخلنا الفنتكل لازم نمشي باسرع سرعه، قلناها في المحاضره اللي قبل كده، عشان نكهرب كل الفنتريكولار ماسل فايبرز في ان واحد وكوحده واحده. الاول نقول الميكانيزم، انتوا تقولوها، تفتكر ليه البركنجي سيستم بنجي فايبرز والايفي باندل والباندل اوف هيس يسموهم مع بعض بركنجي سيستم هي اسرع حاجه؟ الايفي باندل والباندل اوف هيس والتو باندلز 2 متر في الثانيه، البركنجي 4 متر في الثانيه. ليه؟ يبقى في جاب جانكشنز اكتر والابستروك اسرع، جاب جانكشنز اكتر والابستروك اسرع. ده الميكانيزم. طب السيجنيفيكانس ان احنا ليه الكهرباء تمشي بسرعه جدا في الفنتكل؟ عشان تكهرب كل الفنتكل ماسل فايبرز في ان واحد وكوحده واحده، يبقى تو اكسايت اول فنتريكولار ماسل فايبرز ات وان يونت اند از وان ات وان تايم ات وان تايم اند از وان يونت ات وان تايم اند از وان يونت. فالانقباض يبقى باورفول انف تو بامب ذا بلاد اجين ذا بريفر ريزيستنس، شيء رائع. انا بقول في نقطه جماليه تملي بحب اتخيلها معاكم، تؤكد على وجود الخالق، انه تخيل سرعه الكهرباء في القلب ماده للتامل، ان على اعتاب الفنتكل على بوابه الفنتكل في الاي في نود العقده في العقده اقل جاب جانكشنز واقل ابستروك، الكهرباء ماشيه بسرعه بطيئه جدا 0.05 متر بير سكند، ببطء شديد جدا. ليه؟ عشان خلينا في القلوب الطبيعيه تبطئ الفنتكل لحد ما الاتر يخلص. وانس دخلت الفنتكل اللي كانت ماشيه ببطء شديد جدا على اعتاب الفنتكل على بوابه الفنتكل في الايفي نود تمشي باسرع سرعه، باسرع سرعه عشان تكسر كل فنتكل ماسل فايبر ات وان تايم اند از وان يونت. هذه الصوره الجماليه تتكرر كل 8 من 10 من الثانيه. عاوزك تبص معايا ليها كده، تخيل صابعي هي دي الكهرباء في الايفي نود العقده في العقده بابطا سرعه عشان تاخر الفنتكل لحد ما الايتر يخلص. وانس دخل الفنتكل تتحول لاسرع سرعه، من ابطا سرعه لاسرع سرعه، من ابطا سرعه لاسرع سرعه، ابطا سرعه عشان تبطئ الفنتكل لحد ما الايتر يكون خلص، وعشان لو في هاي باثولوجيكال ايتر ريزم تو بروتكت ذا فنتكل. يبقى الاثنين فيهم كلمه فنتكل، تو ديلي ذا فنتكل اند تو بروتكت ذا فنتكل، تو ديلي ذا فنتكل في القلوب الطبيعيه لحد ما الايتر يخلص، وتو بروتكت ذا فنتكل في الناس اللي عندهم ايترال فلاتر رفرفه 300 في الدقيقه او ايترال فايبريليشن 400 في الدقيقه، وقلنا هي دي الاكثر شيوعا. وانس دخلت في الايفي باندل والتو باندلز والبركنجي فايبر من ابطا سرعه لاسرع سرعه عشان تشغل كل الفنتكل بس فايبر في ان واحد وكوحده واحده، في ان واحد وكوحده واحده ات وان تايم اند از وان يونت، عشان الكونتراكشن يبقى باورفول انف to pump the blood against the peripheral resistance. تخيل يعني كل بقول ايه، كل يعني بنقولها كل يعني 8 من 10 من الثانيه، هذه الصوره الجماليه تتكرر في قلبنا في كل 8 من 10 من الثانيه. سرعه الكهرباء ماده للتامل، انه الكهرباء ماشيه ببطء شديد عشان تاخر الفنتكل، وانس دخل الفنتكل
من النقيض الى النقيض من ابطا سرعه لاسرع سرعه عشان تكسايت اول ventricular muscle fibers at one time and as one unit. ده اللي هو البروباجيشن. يبقى لازم تعرف لي كويس قوي ان الاي في نود هي ابطا حته الميكانيزم الجاب جانكشن والابستروك والسيجنيفيكانس والاي في باندل والباندل برانشز 2 متر وتسرع اكتر في البركنج 4 متر. تعرف لي الميكانيزم والسيجنيفيكانس. بقول في الاخر انه يعني هذه التقنيات اللي شفناها في القلب من اشكال الاكشن بوتنشال زي مواكبه للفانكشنز. سرعات الكهرباء ازاي مواكبه للفانكشنز ضمن بلايين التقنيات في جسم الانسان. واحنا عندنا في كل الاديان دعوه ان ننظر. في الانجيل يقول انظروا، في القران الكريم يقول لنا وفي انفسكم افلا تبصرون. نتفرج. واللي قلته ده في كل محاضره بقول شويه شويه ضمن بلايين من التصميمات، التصميمات الدقيقه الذكيه المثاليه التي تقطع بان وراء الخلق الخالق الحكيم الوحيد القادر المقتدر نسميه نحن المؤمنون الله. أشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن ألقاكم بإذن الله مجددا في محاضرة جديدة أستودعكم الله. شكراً.